من يرقى بالقرآن فاز أعلى المراتب في حاز علق بدينك باعتزاز لا تبتئس من زيفه فأنت للدنيا الصمام قرآننا خير الكلام للحب يهدي والسلام عطر صلاتك والقيام فنسيب عطرك منه فاح بأريج من فلق الصباح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج المسابقاتي القرآني فاتبع قرآنا. نذكر دائما بأنه تسجل حلقات هذا البرنامج في الساحل الغربي وبرعاية كريمة ولفتة من قيادة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة لحوض الهدى المورود شرف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. نرحب بداية في هذه الحلقة وفي كل مساء بضيفينا الأستاذ الدكتور حسن المطري رئيس جامعة الحديدة بكالوريوس دراسات إسلامية دكتورة في أصول التربية وبالشيخ وجيد الحيقي مقيم الحفظ والأداء والتلاوة أهلا ومرحبا بكما. ونرحب معنا من الجهة الأخرى بالمتسابقين القادمين من اللواء الأخضر محافظة إب سفيان محمد غالب وقلب الدين المصنف أهلا ومرحبا بكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. ولننتقل بكم إلى الشيخ وجيد لإلقاء السؤال الأول على سفيان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الأخ سفيان اقرأ من قول الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب إلى قوله تعالى إذا لارتاب المبطلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين آمنوا منهم وقولوا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. آية قبلها وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون كافرون. إلا الكافرون إلا الكافرون ومنهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. حسبك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا سفيان. يقول عز وجل في سياق الآيات التي قرأها سفيان ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. دكتور حسن نقف عند هذه الآية وما هي خصائص الحوار التي أرشد إليها الإسلام والقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالتي إلا الذين ظلموا. ظلموا من هم الذين ظلموا؟
هو هنا الإشارة إلى أنه قد يكون المؤمنون بالنسبة للاستثناء يعني الأول. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولكن هنا الظلم، الظلم هو الجور و تحديدا الشرك تقريبا. يعني الشرك لا يجب معه الحوار أو لا يجوز معه الحوار، بقية الأديان يمكن أن يتحاور معها الإسلام يمكن. هو الظلم صحيح أنه يطلق على الشرك، نعم، لكن أحيانا قد يطلق على الحكم بعدم يعني البعد عن الحكم بما أنزل الله. نعم تحتمل المعنيين. نعم وقيل يعني لأنهم منعوا الجزية وطلبوا الحرب، هم اللي طلبوا الحرب ولذلك هنا الحرب، فقالوا فقاتلهم الإسلام فأشدوا. لكن العبرة نحن نأخذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه خصوص السبب. عموم اللفظ اليوم نريد أن نطبقه على الحوار في الإسلام، ما هي خصائصه؟ يعني الإسلام فتح الحوار مع جميع الفئات، مع جميع الأديان إلا مع المشركين والملحدين، هؤلاء لا حوار معهم. اكمل يا دكتور. الإسلام شدد على الحوار، ولذلك نجد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خوطب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فالإشارة هنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح ذراعيه للقريب والبعيد، وبالتالي هنا معنى أنه فتح للكل على أن يتحاور معه ويأخذ منه ويعطيه. ونجد حتى أنه الحوار في القضايا الاجتماعية، الله سبحانه وتعالى عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كذلك هذا الحوار، الحوار كذلك في الجانب في الجوانب السياسية، نجد على أن الجوانب السياسية نالت حظها في هذا الجانب، وبالتالي نجد على أن الحوارات يمكن أن تحل كثير من القضايا الشائكة بين الفئات والطوائف في أي بلد من البلدان. لكننا ابتلينا في عالمنا اليوم، في بلدنا بالذات، في بلدنا بالذات، نعم، نجد على أن الحوارات لم تصل إلى أو توصلنا إلى نتائج. ما السبب؟ السبب في ذلك هو تعنت الإنقلابيين في أن لا يريدوا إلا ما في عقولهم، وهو أن يكونوا هم الحكام المتفردين بحكم البلاد والعباد. والحق الإلهي يعني. فشل الحوار الداخلي في موفنبيك، وفشل في جنيف، وفي الكويت، وفي ستوكهولم أخيرا. يعني الحق الإلهي سد أبواب الحوار وأوصلنا إلى طريق مأزوم. لا، هم يستخدموا الحوار متى ما يشاءون، بحيث إذا كانت هناك الأمور ضاغت عليهم واشتدت المعارك ورأوا بأنهم خاسرين فيها مالوا إلى الحوار ودعوا إليه حتى يأخذوا فرصة من الزمن من أجل أن يعيدوا ترتيب صفوفهم. شكرا. وبالتالي استئناف. شكرا وصلت الفكرة يا دكتور. وعودة إلى الشيخ وجيد ليلقي السؤال الثاني على المتسابق الآخر قلب الدين. تفضل شيخ وجيد. الأخ قلب الدين، اقرأ من قول الله جل وعلا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا إلى قوله تعالى فإن ذلك من عزم الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب المفسدين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إنه لا يحب إنه لا يحب الكافرين الظالمين إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا قلب الدين. تلا قلب الدين في سياق الآيات والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سؤالنا للجمهور ما هي كبائر الإثم والفواحش؟ ننتقل للجمهور ثم نعود إليكم أعزائنا المشاهدين. أعزائي المشاهدين على عتبة هذه المدينة الساحلية الجميلة وذات الاستراتيجية المهمة مدينة باب المندب نطرح سؤال حلقتنا لهذا المساء عن كبائر الإثم والفواحش. ننطلق إلى هذه المدينة لنتابع الإجابة سويا. كبائر الإثم والفواحش ما هي؟ اسمي سؤال كبائر الإثم والفواحش كم تعرف ما هي كبائر الإثم والفواحش؟ الزنا ولا بتعدين أقول لك كبائر الإثم والفواحش ما هي كبائر الإثم والفواحش؟ والله ما أحبه والله ما أحبه والله مع خبر والله اي هذا لا طيب اوكي يا ولد ما هي كبائر الاثم والفواحش ها كبائر الاثم والفواحش ما تصورنا ايش ما هو السؤال كبائر الاثم والفواحش ما هي كبائر الاثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون هذا اللي ممكن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم والله ما اقول لك الا خير ما الزنا الزنا كبائر كثير من الزنا والسرقة والسفاهة ما هو ما تعريف ضبط كبائر الإثم والفواحش الدقاقة الشرك يا طيب الشرك بالله لا الشرك هذا بتشرك بالله تمام والشرك ولا تمام ايوه وغيروا الزنا والفسق ولمس بهذا وتكلم مع هذا كل شيء هذا اعتبر لما احط على انت غايب والله واقول هذا كذا واقول هذا كذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايش اسم الجامع هذا؟ الخضر عوض ناصر علي هديل الجامع هذا ما جامع ذباب 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 مدخل ذباب من يا شمال ايوه نعم طيب عندنا سؤال انت مرابط هنا ايوه هذه النقطه الذباب طيب في سؤال عن كبائر الاثم والفواحش ما هي كبائر الاثم والفواحش كبائر الاثم والفواحش منها السحر ومنها قتل النفس ورمي المحصنات المؤمنات الغافلات والشرك بالله اول اربعه ها باقي لك ثلاثه وتولي يوم الزحف خمسه اربعه ايوه وتولي يوم الزحف وكل ما أكل أموال الربا وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس أكل أموال اليتامى أيوة أكل أموال اليتامى وأكل الربا بالفعل إن كان لم يرتبهن من؟ الخضر عوض ناصر الخضر إن كان لم يرتبهن كما ذكرهن ابن عباس هي على ثلاثة أقوال القول الأول هي كل ما يقام عليه حد من حدود الله فهو من الكبائر والقول الثاني كل ما يتعلق بالضرورات الخمس وهي العقل والدين والنفس والمال والعرض ويمسها بسوء فهو أيضا كبائر الإثم والفواحش والقول الثالث كما ذكرها الخضر هي قول ابن عباس الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل أموال اليتامى بالباطل والتولي يوم الزحف ورمي المحصنات المؤمنات الغافلات وكلما ذكر أعتقد أن الثلاث الأقوال هي من الكبائر وهي كبائر الإثم والفواحش وبالتالي أكثر من قارب الإجابة الأخ الخضر
ويستحق معنا جائزة هذه الفقرة من قيادة المقاومة الوطنية بالساحل الغربي في منطقة ذباب على مدخل المدينة في هذه النقطة وأحد المرابطين هنا يستحق معنا جائزة هذه الفقرة 30,000 ريال. مبارك عليك. عودة مجددة إليكم أعزائنا المشاهدين لنتعرف على نتيجة هذا السباق وإلى الشيخ وجدي. الأخ سفيان حصل على 70 درجة من 100 والأخ قلب الدين حصل على 98 من 100. إذن سفيان على 75 أم 70 على 70 درجة من 100 بينما قلب الدين حصل على 98 درجة من 100 وبهذا سيتأهل معنا المتسابق قلب الدين بهذه النتيجة إلى التصفيات القادمة بينما سيغادرنا سفيان بمبلغ وقدره 20,000 ريال مقدم من قيادة المقاومة الوطنية بالساحل الغربي ونتمنى التوفيق لقلب الدين معنا وتفضل يا سفيان. بهذا نكون أعزائنا المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء حتى الملتقى لكم منا أطيب وأرق المنى إلى اللقاء. من يلقى بالقرآن فاز على المراتب في حاز حلق بدينك باعتزاز لا تبتئش من زيفهم فلا انت للدنيا الصباح.